كابتن عماد، عايز اتكلم في النقطه اللي الهدفين دخلوا في النادي الاهلي النهارده. بتتكلم على الكرات العرضيه، الاولى كانت كره متحركه والثانيه كانت ركنيه وثابته. رايك في الهدفين اللي دخلوا في النادي الاهلي، او الهدف الاول وكابتن عماد الهدف بص عشان نتكلم في الاخطاء، دايما لما بنجيب اسماء مش بيبقى هو دوت السبب الرئيسي في الهدف. بنتكلم عن الوقفه، عن الشكل العام، شكل الدفاع، عشان انت هتلعب وهتواجه الصوره مثلا. الصوره عندنا دلوقتي، الصوره عندنا الاوفر اتعمل اولا بغض النظر عن الاسماء، المفروض الباك الشمال يكون يضغط بمسافه اقرب شويه علشان يمنع الاوفر، ده مهم جدا. اريحيه للباك رايت. يعني احنا دايما بتشوف الاوفر الراجل بيلعب الكروس بيلعبه باريحيه شويه، فعمليه الضغط على الخصم اثناء لعب الكره ده مطلوب اولا. من الحاجه الثانيه المسافه، طول، وطبعا عماد كمان كان من الناس المميزه جدا، طول ما انت كل ما المهاجم يقرب من خط المرمى كل ما المدافع اللي يكون اقرب ليه، لازم يكون اقرب ليه، يعني بدايه كده من نص الملعب. فهنا في خطوه واحده بس بتفصل ياسر عن المهاجم، الخطوه ديت مش لازم انا اوصل للكوره على فكره، يعني كفايه بس ان انا هيبقى كتفي في ظهر المهاجم، بحسسه ما يبقاش فيها اريحيه وهو بيلعبها. لا هو بالظبط، حتى هو خلي بالك لعب الكوره يا دوبك لمسها، عشان كده راحت في البعيده. فلو انا عندي الخطوه دي من بدري شويه وطالع مع المهاجم ده ان شاء الله كتفي بس في ظهره، اكيد مش هتحسب فاول، كتفي في ظهره بس، اكيد الكوره ديت هتروح بشكل مختلف. فهي العمليه كلها جزء من الثانيه، لازم الضغط على حامل الكره قبل الكروس ما يتعمل في الثانيه ديت بيكون في انك بتحسن حتى مركزك. لو انا سيرد باك وحاسس ان انا بعيد شويه، لا في الجزء من الثانيه لازم اكون قريب من الراجل اكتر من كده، حتى لو المدافع مش هيلعب الكوره، لكن مجرد الاحتكاك بالخصم ده لحد كبير جدا جدا هيقلل خطوره الكوره. كابتن عماد، ده الهدف الثاني اللي دخل في مرمى النادي الاهلي، وكانت بدايته ضربه ركنيه. مظبوط. خلونا الاول نجيب الهجمه من الاول ونشوف التمركز الاول بتاع لاعبي النادي الاهلي كان صح ولا غلط يا كابتن عماد. من الاول، من هنا التمركز لعيبه النادي الاهلي هي اتعملت على العارضه البعيده. رقم واحد، ال10 لعيبه في موقف دفاعي مأمن العارضه الاولانيه كويس، بيحيى عطية الله. كان واضح من الشوط الاولاني ان الضربه الركنيه بتتعمل على ال10 لاعبين كلهم راجعين في الكوره، بتتعمل على البعيد. اتعملت واحده الشوط الاولاني وطلعت بره من غير ما حد يلمسها، كانت قويه وطلعت للبعيد. اتعملت على البعيده، وده تقريبا اللي رايح يعمل بلوك كان رامي، ولكن الوقفه اللي بره ال 18 هي اللي كان فيها مشكله، والخروج بعد الكوره لما ارتدت من دماغ الراجل ده للراجل اللي بره ال 18 اللي ما كانش عنده رقابه. حسين، هتقولنا بقى اللقطه الثانيه بعد الكوره ما خرج ال 18 عشان نشوف تمركز اللعيب بدات تطلع هنا. حسين كان ضامم اكتر اتجاه الكوره، اتجاه الكورنر، وهو بيتلعب لو هو قريب للنص في نص المرمى كان ممكن يكون اقرب للعيب، خاصه ان احنا بره هنا باتنين لعيبه، او حتى كان يتحرك يعني يروح يتحرك شويه ناحيه الكوره عشان ياخد الكوره من الاول، او يقدر ان هو يعمل بلوك. هنا خلاص بقى الخروج بقى هنا شبه عشوائي، غصب عنك انت لازم تخرج. خلي بالك هنا الراجل بص بيحط وش رجله بيسدد ومفيش حد برضه مواجه او بيضغط. في حاجات بقى زي اللي معانا جلبرتو في الحاجات اللي هي السهله، ان الكوره في وسط 2 4 6 احمر تروح للراجل بتاع ابيتشان. هو كمان هو اصلا كابتن عماد هو شايطه مباشره عمر، اللي هي التمرين عارف هو شايطه خلي بالك بالظبط كده. هي كوره بلاي ستيشن عارف اللي هي بترجعها والراجل بيشوطها، وهي كمان ضعيفه، فكان ممكن لو تمركزات لعيبه الاهلي صح في واحد منهم يشتتها. انا شايف بان بعد ما النهارده كان يستوجب يا كابتن عماد، اول ما الكوره طلعت بره والراجل بيسدد كان لعيبه النادي الاهلي غير ان واحد يضغط لازم اللعيبه تطلع بره، الخط اللي وصلنا له كلهم على خط واحد محمد الشناوي. ما وصلناش لخط السكس يارد، الكوره دي ما طلعتش بره ال 18 عشان اخرج من خطوه للشناوي اخرج على لللاين بتاع السكس يارد. لو خرجت هنا كان ممكن البلوك ده يبقى ليك انت مش عليك. الراجل ده اكيد بعد الكره ما بات كره ثانيه الرقابه خلاص، ما يعني مش في رقابه، ودي برضو من الحاجات اللي فيها دروس، ان انت لغايه لما الكره تنتهي انت قريب من الراجل المان اللي معاك، لكن انت اتجاه عينيك راح للكوره، اتحركت مع الكره لما نزلت لتحت على ال 18، سبت المان اللي معاك، بدات تفكر في الخروج لمكانك او لاقرب مكان بالنسبه لك هتدافع فيه،
وانا بقول لك ده فيها جزء كبير جدا من التوفيق. يعني لما اقارن الكوره دي بكورتين كهرباء الموضوع هيبقى صح. طبعا فيها توفيق من عند ربنا ان هم هو بتتشاط فالراجل يا دوبك لمسها وعدت طبعًا من كل قدام الناس كلها. احنا ما شطاش بقوه حتى يعني هو قلش يعتبر. لا بس هي الفكره كمان عمليه ان اصعب حاجه في الكرات الثابته هي الريبوند هي الثانيه. يعني الكره الاولانيه انا شايفها بطلع بطلعها خلاص، لكن الكره الثانيه ديت بتحس ان التركيز 100% وبعدين طالما اتلعبت الكره الثانيه التركيز بدا يقل او الرياكشن بدا يقل. فانك تاخد قرار سريع جدا انك مثلا زي ما انت بتقول هو ما كانش مفروض الناس اول ما تطلع نطلع بره، لا هتبقى صعبه جدا لان انت لسه جوه ال 18. هي عمليه الترحيل اللي يمكن عماد قال عليها ان هو حسين كان الكره بتتلعب كان واقف على ال 18 في نص ال 18 اول ما الكوره تروح على البعيده كان لازم يقرب، كان لازم ال 2 متر دول علشان الكوره اللي وصلت للراجل اللي شاط دي كان هو كان يقرب اقرب ليها ما كان يعمل بلوك يعني. فكلها كلها ترحيل متر يعني. عندك راي في الهدف دخل فينا جلبرتو؟ يعني انا بقول هي زي ما الكباتن كده قالوا هي الفكره كلها التركيز والتايمنج بتاع ان انا واقف ازاي مان مع اللعيبه بتاعتي. هو النهارده حتى الراجل هي جمله، هي في الاخر هي جمله عملها بدليل ان احنا بنتكلم كان في كوره تانية حاولوا يعملوها من الاول خالص تقريبا كهربا طلع عملها وحاول يروح يلحقها طلعت اصلا رمي التماس. فهي بس كان التركيز ان اللعيبه تقف كل واحد مع المان بتاعه صح. حتى في الكوره الثانيه محدش بيضغط على الراجل اللي بيشوط واقفين جوه ال 18 بشكل صعب شويه، فادت ان هي الكوره بيتشاط واحد بيتابعها. فيعني نتعلم منه النتيجه 4-2 نتعلم بس من الحاجات دي. ليه؟ لان اللي جاي فعلا الموضوع بيبقى اصعب طبعًا. ممكن تبقى واحد اورلاندو هيبقى ماتش اصعب طبعا بالظبط كده. ممكن انت تبقى كسبان 1-0 او 2-0 جون زي ده يعقرب لك الدنيا زي ماتش الاتحاد كده. تمام.